حاله حبك ليس قبل من اسعد ايام المحبه يا الحبايب خلوكي بشر بصراحة الأخبار مو زينة مو زينة؟ أنت أول شيء عندك ضغط صاعد أي؟ وما عدا الضغط عندك انسداد بالشرايين وعندك وريد أعوج بين شالي هذا وما عدا وريد أعوج بس قول ليش عوج هذا الوريد طبعا أنت ما تقعد راحة يوم أيام شيت منه ومقمز منه رايح هناك غير شغل طبعاً ينعوج غير شغل يا دكتور يا حبيبي ما يصير هيجي زينو وعندك روماتيزم وعندك آلام بالمفاصل زين سعوف لي هاي كلها الحل شنو الحل ما جيت غيري أنا ليش جيت يمك دكتور رح أنطيك علاج أي هذا العلاج ما يأخذه بس الملوك أحب أسميه الحباية الحسونية الله حسونية طبعاً. من اختراعك طبعا من اختراعي شو تسوي هاي دكتور هاي الحباية اي تاخذها مرة واحدة بس اي زين اذا مرة واحدة اي تعرف شو تسوي لك هاي الحباية شو تسوي تسوي لك اعادة ضبط المصنع نعم هاي شنو ترجع جديد لوك كل شيء صفر هذا الوريد الاعوج راح يتعدل ميزانية بالانس يعني تعميرة جديدة شلون السيارة طلعها جديدة من الشركة؟ بالصناعة؟ أي زين وهذا إذا يعدل كل شيء ويعدل هذا الوريد وأهم شيء هذا الوريد طبعاً. زين دكتور احكي لي على سعره ايش قد؟ تعرف يعني أنت من محلتنا وما أحسب لك حساب غريب وأنت أخويا وعزيزي وتعرف أنا ايش قد احنا أصدقاء من الطفولة حسن تعرف أكيد يعني. أكيد أنا للغربة أحسبها نص دينار بس لك ربع دينار بالله ولا تجادلني ربع دينار اي ربع دينار بحبايه واحده صغيره هلقت طبعا دكتور احنا ربع دينار شهر كامل يلا نطلعه وعوف عوفك من المصاريف وعوفك من الروح الجايه وعوفك من الشايات ولك وليدي هاي حياتك هاي مستقبلك العواجل بيك يتعدل يا اخي فكر بمستقبلك انا اعوج الوريد بيك مو انت هاي الوريد اي زين خليني اتفق وياك بشغله دكتور زين بما انه احنا اصدقاء واهل محله واحده وصار لنا شقد سوا وجيران اي اسوي لك اياها اقساط بالشهر راح انطي لك يعني اذا تحسبها فد 50 فلس اقدر اسويها يعني 5 اشهر تقريبا راد لك على ما تسدد لي يعني ما يخالف زين منو كفيلك اني هو أنا كفيل أنت كفيل نفسك؟ لا أنا شنو؟ أنا ما أمن لا بيك ولا بأمك إنصاف ها؟ أي نجيب لك واحد يكف لك ما يخالف ما يخالف المختار موجود أنا راح أجي وياه وبعدين هو راح يكفلني أعرف خذ الحباية إذا قلت لك توكل بالله هاي هيك سؤالتكم؟ مرة ألف عافية مرة ما يخالف تحمل 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 ماكشي 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 انت بطل قاوم الالم بس هي بيها فد مراره هيك هيك عادي 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 زاد البلديه طارق لا يا طارق هذا قام يشوف قام يشوف لك شطت له لك شبيه اعراضها بالبدايه ماكو شيء لا تخاف يا اعراض لك ايش سوى لك ايش سوى كان يم الدكتور مختارنا بس انت مو كفيله انت مو كفلت الولد لا لك بابا شن طيت ايش طعمته طيت الحبايه العجيبه الحسونيه انا مو الف مره اقول لك لا تسوي نحق التجارب لك لا تخترع من عند عاشو مشكله وياك سويت لي عاده ضبط المصنع يا اخي بشوف شلون ماشي اعزائي المشاهدين مساء الخير ارحب بكم اجمل ترحيب وحلقه جديده من برنامج محلتنا مشتاق لكم كل شوايه
أبعث لكم أحلى تحيات ويا كادر محلتنا أكيد إلى كل المتابعين ومشاهدي قناة يو تي في الفضائية. وأكيد إحنا منتظركم من زمان، صار لنا أسبوع ما متشافين وما سامعين أصواتكم الحلوة الجميلة. أكيد بعد شوية راح نسمعها سوا. ولا تنسون تتابعونا أيضا عبر صفحتنا على الفيسبوك، راح تلقون هناك سؤال تجاوبون على هذا السؤال. بنهاية الحلقة راح نسوي قرعة وراح واحد من عندكم يفوز بجائزة مالية مقدمة من برنامج محلتنا وأكيد من قناة يو تي في الفضائية. ولا تنسون أيضا احنا موجودين لايف أو بصورة مباشرة عبر صفحتنا على التيك توك، وهي صفحة محلتنا، تقدرون هناك تتابعونا أيضا وتشوفون كل الكواليس اللي تدور وراء الكاميرات. شو صارت؟ هو الحقيقه زين، بس اكو شغله يعني هيك مثل نتله تجي لي، واكو شغله تتحرك جوا. اي ماني ليش سميتها هي هاي؟ هسه راح يبدا التفاعل. وليش سميتها عاده ضبط المصنع؟ يعني انت جاي تتفرمت داخليا يا اخي. بس لا تتغير اللغه مره ثانيه. لا 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 لا, لا كل شيء ما يصير. لا لا بس دقيقه خل اعدل. زين احنا راح نبقى هنا سوا بعد شويه اكيد راح نكون وياكم. اصلا الدكتور حسن راح يكون وياي. اكيد ارحب بيك وارحب اجمل ترحيب كل مشاهدينا ومشاهدي قناه يو تي في، وحياكم الله وين ما كنتوا تتابعونا. طبعا فلوكي انت هدي استرخي. انا مهدي زين ومسترخي، كل امورك كلها تمام، بس عرقت شويه. ما يخالف، هاي اثار الحبايه، هاي كلها تفاعلات هسه شويه شويه. اذا كانت صدق واذا صارت هاي الشغله اللي تحكي عليها الا اسوي لك دعايه بنص المحل مالتي. طبعا واهم شيء انه طولك راح يزيد يا اخي. صدق والله شو عبالك؟ لا عاد ايش قد راح يزيد يعني؟ هوايه طبعا. اقل شيء مترين راح اصير هسه. اه شفت، يلا ناخذ اتصال. ناخذ اتصال ونقول الو. الو. نعم عليكم السلام. السلام ورحمه الله. من وين؟ انا السلام ورحمه الله. من ويانا؟ معند جبار. يا هلا بمحمد. منين محمد؟ مهند. العفو، انا كلش اعتذر مهند. شلونك مهند؟ لا حياك الله اخوي. الله يخليك. من وين تخابرنا؟ من الانبار. من الانبار، تحياتنا لاهالي الانبار. شلون الانبار مهند؟ بخير ونعمه. حلوه الانبار. حلوه جميله جدا. اكيد اكيد مهند. متابع قديم؟ نعم متابع قديم، يعني تعرفنا من زمان. اعرفكم برمضان. اي برمضان. اه واول مره تشارك ويانا؟ اول مره. كلش حلو. زين منو تعرف اكثر شيء بالمحله؟ والله اعرفكم كلكم، بس انا حابه اخذ الهديه من المختار. يجي راسم تمام. يعني مستعجل. عادل الجبال عن المختار. الله يساعدك مهند. حياك الله مختارنا. ابن عمي الغالي. تاج راسي. يسلم لي راسك. عمري انت شلونك؟ بخير ونعمة مختار. مشاغيلك عافيتك. والأهل شلونهم؟ الأنبار شلونها؟ الأنبار بخير، بس الأنبار تريدك تجي للأنبار مختار. بس المختار نجيك نجي. انت سوي لنا هذا دليمية شو اسمه هذا وناكل دليمية نجي. انت رتب لنا الوضعية نجي احنا رأسا. ابشر ابشر مختارنا. ترى وي يعني انا ايش اقول لك مهند؟ وضعيتنا في الدوره تعبانه. لا دلال تسوي اكل، هذا قاعد يطيع عبايه ما ادري شلون. لك عيني لحق دمروني ذولي. دمروني مهند دمروني. مختار اهم شيء صحتك مختار. حبيبي الغالي بس والله العظيم بس انتم تعرفون داروني. اي والله ما حد من اهل المحله يداريني غيركم. اي والله مختار عندنا اهم شيء الصحه مالتك انت. صدق كذي حبيبي الغالي. حبيبي انت اريدك طيب. يسلم لي. سؤال مرتب وسهل زين. تمام. اي ترى الدليميه والجماعه ما يقصرون. اكيد اكيد طبعا الانبار. اكيد تحياتنا. يلا يا مهند. والسؤال يقول يا مهند جاهز؟ اي جاهز. السؤال هو ترى مو كل سهل. لا مو سهل بس عادي غيره. كيفك غيره؟ خلنا نغيره. ليه سؤال صعب مهند؟ فهو وصانا المختار نسألك سؤال سهل فلذلك راح نغيره. انا ممكن شوي اسهل. السؤال يقول يا مهند من اي دولة اصل موسيقى الريغي؟ الريغي. عندك ثلاث اختيارات اللي هم البرازيل ام جامايكا ام جنوب افريقيا. جنوب افريقيا.
لو جامايكا. لو جامايكا. جامايكا. صحيح. يا با هذا مهند ترى القفة هي وطايرة. قوي قوي مهند. ايه مختارنا ايه عاد. يلا روح. لا لا وياك. اكيد مختارنا. يلا مهند. نعم مختار. من المختار غير؟ روح روح. ايه من المختارين. يا. تعال عيني مهند، تعال ابن عمي، ما طول انت حضر لنا بس لدليميه زين ومن العين قبل العين، ولو اني لابس عدسات بس ما يهم على اساس عيوني زرق اني، تعال عندك اربع صناديق الاصفر والازرق والاخضر والوردي، ايش تختار؟ شلون؟ الوردي. الوردي؟ هذا الوردي عمي صدوق كذب يابا. الوردي بيه اربع الوان، الاصفر والاخضر والوردي والازرق، انت ايش تختار؟ الاصفر. الاصفر ليش لا؟ ايه يا مهند يا محفوظ القلب والسلامه يابا. يقول لك تاخذ 25,000 لو تسحب ظرف اخر من نفس الصندوق. اكيد حتسحب ظرف اخر من نفس الصندوق لان ما تكفي ال 25، صح لو غلط؟ هاي دليمي يا عمي. يلا تعال، باقي لك ثلاث الوان بنفس الصندوق، الاخضر والوردي والازرق. الاخضر. يلا يا محفوظ البكاء والسلامه. اوه عمي كان نصت يا ابا. ما اقول لك سويها صينيتين دليميه. ليش؟ ليش؟ اقول لك ليش؟ تعال اقول لك لان عندك اتصال من ابو القلب الطيب. اي والله من الماليه. اه اتصال من ابو الماليه. اتصال من ابو الماليه. يلا ننتظر ابو الماليه مهند يتصل حتى نسمع شنو راح يكون قراره بالموضوع ونرجع لك مره ثانيه. تنتظرنا؟ نعم. ايه انتظري. يلا ابقى وياي لحظة. الو مهند. مهند ده يقول لك متزوج ابو المالية؟ ايه تزوجت. ايه ما شاء الله. شو وقت؟ والله تزوجت 7/12. 7/12 يعني العام. 7/12. ألف ألف مبروك. يقول لك أبو المالية يا مهند، ومن عدنا نقول لك ألف ألف مبروك يا محلة. الله يبارك لك. الله يبارك لك. وبالرفاه والبنين. الله يسلمك. تمام شكرا مهند. ابو الماليه دا يسلم عليك طبعا، قلت لك دا يباركك ودا يقول لك لازم تقول لنا مقطع شعر حتى ننطي لك جائزه اللي هي 75,000 دينار. والله استاذي ما اقدر. والله ما اعرف. انا اشتغل عامل ما اعرف هاي السوالف. هاي سوالف؟ لا عاد يا سوالف تعرف. والله ما اعرف غير يوم اطلع الشغل يوم ما اطلع يا يعرفها. زين. يلا تمام تمام. الف الف مبروك، ربحت ويانا 75,000 دينار عراقي يا مهند. شكرا جزيلا على اتصالك. تحياتي لك ولكل اهالينا بالانبار. يعني احنا شباب بدنا ننتظر من كل المتصلين من يطلع لكم فد سؤال، من يطلع لكم فد شيء، او الماليه يطلب منكم فد شيء، لازم تحضروه يعني حتى تفوزون بالجائزه وتستحقوها هاي الجائزه اللي راح تطلع لكم بالظروف الموزعه بالمحله. اقول لك ترى اكو اعراض مدى تعجبني حبيبي. راح تروح الاعراض بس انت هدي واسترخي. تحكي انت يعني؟ هاي تفاعلات بسيطه يا اخي. يعني تروح؟ اي تروح. اي راح تروح. يلا ناخذ اتصال ونقول الو. الو. الو مساء الخير. مساء النور. شلونكم؟ اهلا وسهلا. من ويانا؟ جبار. جبار يا هلا ومية هلا بيك يا جبار. من وين تتصل بينا يا جبار؟ من واسط. من الموصل. تحياتي. واسط. واسط. من واسط. تحياتي لك ولكل اهل واسط. شلون واسط يا جبار؟ والله حارة. اكيد موضوع الحرارة حي منتهين منها. اي والله.
منين بدك تحكي ويانا؟ من البيت برا؟ والله البيت، واليوم طقت الاجهزه كلها عندنا، ولا تلفزيون لا روتر لا كلها ماكو. ليش؟ شنو السبب؟ كهرباء ما ادري، ضعيفه ما ادري قويه، اجت خرجت الام كذا. حرامات الله يكون بعونكم. اي والله. زين شلون راح نحل هاي السالفه؟ اهم شيء الراوتر. لا والله ماكو لا نت ولا اليوم كل شيء ماكو. هو الراوتر راح بعد كذا. لا ثلاجه ولا لا ناس. انت ما تشوفنا بس جاي تسمعنا. لا والله لا ماكو. منو بالبيت قاعد وياك يا جبار؟ زوجتي وجهالي. سلم منا عليها. يا رب. يلا يا جبار جاهز للسؤال؟ يلا. والسؤال يقول يا جبار، ممكن تقرأه؟ جبار، السؤال يقول من هو الزعيم الهندي الذي قاد حركة الاستقلال الهندية؟ هل جواهر لال نهرو، أم مهاتما غاندي، أم أنديرا غاندي؟ مهم التلفزيون. شو اللي علاقة التلفزيون جبار؟ حتى نغشش. اوكي زين. جواهر لال نهرو لو مهاتما غاندي لو انديرا غاندي. ها الثاني صحيح. صحيح جبار. عفوا يا جبار اجابتك صحيحة. مهاتما غاندي. جبار قل لي منو تحب المحلة، يعني منو اكثر الشخصيات المقربة لك يا جبار؟ هدف لك كلكم محبوب ان شاء الله. لعد منين تاخذ جائزتك؟ من فلك. فلك يا هلا بجبار. وصلت. جبار بس شويه يصير نشط ما يخالف، راح تقوى الكهرباء هسه بعد شويه وراح ترجع كل الاجهزه تشتغل مره ثانيه. تمام حبيبي؟ اه. من يقول لا ترجع؟ لا 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 انا اقول لك اخذها جارنتي من عندي. بس اذا ما اجت انساني. اي والله احترقن كلهم. انا وصيت هسه مدير كهرباء الواسط راح يقوي الكهرباء شويه لكل محافظه واسط، وان شاء الله راح تنعمون بالكهرباء الحلوه الجميله. بس احترقن التلفزيون والساتلايت ولازم يشتغل. لا 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 ترجع ترجع مره ثانيه ترجع. يلا ان شاء الله جبار. عندي صناديق اربعه، اصفر اخضر ازرق وردي، ايش تختار؟ وردي. وردي. والوردي همنا بأربع ألوان اللي هي أصفر وأخضر وأزرق ووردي. أزرق. أزرق. ونشوف جبار اللون الأزرق شكو بي بمئة ألف دينار. ألف ألف مبروك يا جبار. يلا هذا الراوتر رجع. طلعت فلوس الراوتر. هو أهم جهاز هو الراوتر، حتى الانترنت لا ينقطع من عندك، وتتابعنا عبر الفيسبوك وعبر تيك توك ايضا. شكرا جزيلا على اتصالك جبار. جبار ما تعرفني ال100000 شلون استلمها؟ راح يخابروك، راح يخابروك بالكنترول، هم راح يقول لك شلون تستلم. تمام ماشي. يلا شكرا جزيلا، تحياتنا للاهل يا جبار ولكل متابعينا من محافظه واسط. يوم يوم راح اتم دكتور حسن غير. انت ما كنت تعرفين؟ انا ما شفتك، كنا نشرب شاي انا وفوزي. انا راسي كان شويه يوجعني، رحت يمه وفحصني منا منا منا، هو قال فتشي. ايش قال؟ انطالي حبايه. قال هاي الحبايه من اختراعي وراح تعيد شنو دكتور؟ سوي لك اعاده ضبط المصنع. اعاده ضبط المصنع هاي اللي قال عليها. والله ما ادري ايش اقول لك. ايش قد سعرها؟ سعرها هو سعرها غالي شويه، بس انا بواسطتي بحكم الصداقه اللي بيناتنا سواها بالاقساط وياي. هو ربع دينار حيل. ايش عندك؟ كان اخذت لك سياره بالقصد. انا قلت له ولا يهمك ريان، هاك انطيه اياه. منو؟ هاي هاي الفلوس. هاك الزم، لا تبقي عليك ديني وليدي. اي مختار طول عمري. طول عمري اقول مختارنا احسن مختار بالبلد. اي والله احسن. طول عمري اقول ممنون. والله احسن مختار. هاي خمطك ثاني دي جيبي. والله احسن مختار. هاي صوتي ما شاء الله. بعدين راح اعطيك اياها دفعه واحده. هاك هاك عداش اخذت. يلا يوم اخذ اتصال عدهم. ايه عدهم انت ونقول الو الو. السلام عليكم، شلونك يوم؟ شخبارك؟ شلون الحبايه؟ زينه. اخذت مفعوله الو. شكرا يا ربي. الو الو
الو السلام عليكم، مساء الخير. تسمعنا او تسمعينا؟ منو ما يكون؟ الو الو السلام عليكم. هاي وين؟ بس اسمعنا من التليفون او في التلفزيون شويه. أيوة. عليكم السلام. عليكم السلام. يا اهلا وسهلا بك، نورت محلتنا، من ويانا؟ الو الو ده تسمعني؟ ايه ايه اسمع. من ويانا؟ عيسى عادل. يا هلا بعيسى، من وين؟ من اربيل. يا هلا بيك وبكل اهالي اربيل. شلون الجو باربيل؟ لطيف لطيف ان شاء الله ان شاء الله. فخلي سحبت لك سؤال، خلي نشوف سؤالك. يلا ما هو اسم المجرة التي تقع فيها الأرض؟ صعب كلش. مجرة درب التبانة أم مجرة مثلث؟ طيب لك اختيار. درب التبانة. صحيح. إجابة صحيحة يا عيسى. عيسى من وين تختار جائزتك؟ من أي شخصية بالمحلة؟ من المختار. عرفت أنا ما يحتاج. هلا بعيسى. يا هلا يا هلا بالمختار. يا هلا وين أنت؟ موجود عمي موجود. انت متبين. لا تخابر داش. لا تجي لا تدق الباب لا تجي تشرب شاي يمنا. مو هي تشوفك نايم. لا عمي مش نايم، قاعدين نشرب شاي اذا نسولف انا فوزي وفوزيه على الوضعيه على المحله. عندكم اجتماع؟ عندكم اجتماع؟ لا 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 اجتماع ايش؟ لا قاعدين عمي اذا ننتظركم ونتبارك بيكم ان شاء الله ان شاء الله. الله يبارك بيك. يلا عيسى عندك أربع صناديق، الأصفر والأزرق والأخضر والوردي، ايش تختار؟ الأصفر. يلا ليش لا؟ يا هذا الأصفر بهم أربع ظروفه، خلينا نشوف. الأصفر الذهبي الذهبي. ها يعني أنت قافل على الأصفر. إيه. يلا هذا الأصفر عمي صدق. أنت بيك بركة إن شاء الله. يلا 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 يلا, يلا, يلا. سهلة سهلة. ان شاء الله الاصفر. الاصفر انت قافل على الاصفر مو؟ ايه ايه والله. 25000 دينار. مبروك يا عيسى. تفضلت على الاصفر. منيشن عليها يا عيسى، منيشن عليها. الف الف مبروك يا عيسى، ربحت ويانا 25000 دينار عراقي تصرفها بالعافيه يا رب. شكرا جزيلا على اتصالك. طبعا مشاهدينا احنا ليه هسه منتظرين الليرات الذهب اللي مضمومه بصناديق المحله، نشوف اليوم منو يحالف الحظ حتى يفوز ويانا بالليره الذهب. واكيد راح يفوتون على الفيسبوك يوم طبعا، ومن ننسى التيك توك هم بيجي. طبعا طبعا اذا تفوتون على صفحتنا، صفحه قناه يو تي في الفضائيه بالفيسبوك، راح تلقون سؤال هناك، تجاوبون على هذا السؤال. سؤال بسيط جدا تجاوبون عليه، نهايه الحلقه راح نسوي قرعه نشوف منو راح يفوز ويانا ب 100000 دينار عراقي. وايضا تقدرون تتابعونا عبر منصه التيك توك التابعه لمحلتنا، وتتابعونا ايضا من هناك وتشوفوا كل الشغلات اللي تدير بالمحله واللي تصير داخل المحله بعيدا عن الكاميرات، راح تكون هناك ايضا وياكم ويا اهل المحله. اذا منتظرين اتصال ثاني لهاي الليله. الو الو مساء الخير. اهلا وسهلا. هلا يمك. هلا يا قلبي. من ويانا؟ وياكم محمد. يما ام احمد. ام احمد شلونك خاله؟ ايش اخبارك؟ بعد خالتك شلونك يا يما؟ الله يخليك يا رب تسلمي لي. من وين تخابرين ام احمد؟ خاله من الديوانيه يا عمري. يا هلا بيك وباهل الديوانيه كلهم واحد واحد. بعد قلبي يا يما شلونك؟ خاله احنا محتاجين اقول مشتاقين لاهل الديوانيه كلهم، صار لنا زمان ما حاكينا وياهم والله. أيه. بعد عمري يا خاله. الله يخليك يطول عمرك يا رب. حبيبي ام احمد شلون تشوفين المحله؟ متابعتنا انت؟ والله متابعه لي يمكن يعني شو اقول لك ثلاث سنين هي لها، يمكن انا اول بدايه انا متابعتها ولحد اتشرف بيك. اتشرف بيك خاله ام احمد، اتشرف بيك تسلمي لي. معجبه والله معجبه كلش بيها لان تذكرني بهلنا وحبايبنا. الله يخليك يا رب. الله يخليك ويخلي الاهل. شلونهم الاهل ام احمد؟ ان شاء الله زينين. بعد قلبي يمك. الله يخليك الحمد لله. تسلمي لي شكرا. سلمي لي على الاهل هوايه هوايه، نفر نفر، فردا فردا اللي قاعدين وياك. الله يسلمك يا الغالي. الله يسلمك يا بعد عمري. الله يخليك يا رب. زين ام احمد منو تحبين اكثر شيء بالمحله عاده فلك؟
والله شقلكم كلكم احبكم، ليش اكذب عليك؟ كلكم احبكم، كلكم ولدي وعلى راس. هو صح، احنا كلنا محبوبين. بس لابد اكو واحد او وحده بالمحله هيك ترتاحي له اكثر، سعديه مثلا او امي. دلوله عيوني خاله، عيوني اللي تحبيكي واني احبك شويه حبيبتي دلوله، عيوني خاله. مو بس انت تحبيها. كلها سكتت، كلها هالشيء هالشيء مختار بس مع اي مختار بس مع زين. يلا محمد جاهزه للسؤال؟ الو جاهزه للسؤال خاله؟ جاهزه يا عمري. يلا عيني يسلم عمرك يا رب. والسؤال يقول لك ما هو اسم ال لا خليني اغير السؤال. سهل كان. لا مو سهل، راح نشوف فد شيء اسهل. ما هو اقدم نوع من الاشجار على وجه الارض؟ هل هي شجره الجينكو ام شجره الصنوبر ام شجره الزيتون؟ شجره الزيتون ام الصنوبر؟ اي الصنوبر صحيح خالص. الصنوبر صحيح جاوبت. ثاني سؤال، ثاني سؤال. الصنوبر هي اقدم انواع الاشجار. يلا يا ام احمد من وين تاخذين جائزتك؟ هاي روحي. من وين تحبين تاخذين جائزتك؟ من قلوله. يلا عيوني خال ام احمد حبيبتي يا قلبي. حبيبتي شلونك؟ شلونك يا الغاليه؟ الحمد لله حبيبتي. انا زينه اذا انت تكونين زينه. حبيبتي على راسي دلوله بيتي. بدو الوجه اتشرف بيك. ام احمد عندنا الاصفر الازرق الاخضر الوردي، اي صندوق تختارين؟ والله الازرق. الازرق والازرق هم بي اربع ظروف اللي هي الازرق الوردي الاخضر والاصفر. نقول الازرق نفسيته. الازرق ونشوف الازرق شنو بي يا رب الليره. يلا ان شاء الله. 25,000 دينار. ألف مبروك يا أم أحمد. ألف مبروك، ربحتي ويانا 25,000 دينار، تصرفيها بالعافية يا رب. شكرا جزيلا على اتصالك أم أحمد. خالة انتظري انتظري، ابقي ويانا أبو مالية دا يخابر. ألو ألو أم أحمد معي روحي. ابو الماليه دا يقول خاله ام احمد صار لها 3 سنوات دا تتابعنا، شلون تبقى على 25,000؟ يا قلبي والله انا معجبه بيكم، ويعني هاي المحله شقلك يمكن بقلب داخله هي وعدها والله. الله يسلم قلبك. تسلمين. فخليني اسمع ايش راح يقول راح ارجع لك. تمام يا بعد عمر. اي هلا هلو. ألف مبروك يا أم أحمد. ألف مبروك يا أم أحمد، ربحتي ويانا ليرة ذهب أم أحمد ويا ال 25,000. على راسي يا قلبي. يسلم راسك، تسلمي لي، شكرا جزيلا، تحياتنا لك ولأهل الديوانية كلهم أم أحمد. على راسي والله، انتظر الجمعة يوم يوم لمديون والله. الله يخليك الله يخليك، تسلمين، تحياتي لك وللعائله كلهم واحد واحد، شكرا جزيلا على اتصالك. اذا ربحتي ويانا ليره ذهب زائد 25,000 دينار عراقي. اذا مشاهدينا الكرام احنا منتظرين ايضا اتصالاتكم حتى نسمع اصوات بعد اكثر واكثر ويشاركون ويانا، وايضا راح تشوفون سؤال الحلقه موجود على صفحتنا، صفحه اليو تي في على الفيسبوك، تقدرون تجاوبون هناك على السؤال، وبنهايه الحلقه راح نسوي قرعه ونشوف منو راح يفوز ويانا. وايضا احنا موجودين لايف على صفحتنا على التيك توك، تقدرون هناك ايضا تتابعونا. احنا ايش راح نسوي؟ راح نروح الى فاصل وراجع. لك انت ايش تخربط بالعالم؟ لك انت فيروس كامل بعدده قاعد يمشي. مختار لك وهاي شنو بابا؟ هاي يسموها هاي معدل للحبايه. لا دخيلك ما نريد يعدل عدل بي بعد عوّل الرجال خليه خوف انا عوّل فجمات ما اسوي له بالانس شوي بابا بالانسي
لك بابا الطائرات قامت مات بلانسيش الفلنجات خربت امشي دعو فلا الرجال بابا لك فلا عضلاتنا راح الرجال راح راح الرجال لك فلا قوم بس شوي بسرعه قوم 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 العالم ده امشي دوم لك عوفه لعوفه للرجال عوفه انت الابرامات صار لي ساعة مشدود ها بشر شغلة تعب دكتور لا حول بيش قلت لي الحباية ربع دينار بالحلم راح أشوف هذا الربع بالحلم لا لا تطيب ها يا مرات أحد فلوسك يا حسن امشي فلوسي ايش عمي خربطت للولد امشي انت ليش تنطي ربع غير تجي تنطيني اياه رجعنا وياكم مرة ثانية أحبتي المشاهدين مكملين وياكم الجزء الثاني من برنامج محلتنا الذي يأتيكم من على شاشة قناة يو تي في الفضائية وأيضا تقدرون تتابعونا عبر التيك توك وعبر الفيسبوك أيضا التابع لقناة يو تي في الفضائية ولا تنسون تجاوبون على السؤال الموجود على صفحتنا على الفيسبوك وراح تفوزون أكيد واحد من عندكم راح يفوز بإحدى الجوائز المقدمة من برنامج محلتنا وقناة يو تي في الفضائية منتظرين اتصالاتكم ونسمع أصواتكم الحلوة أكيد أي واحد يشارك ويانا ما راح يطلع خسران مثل ما شفته أم أحمد قبل شوية ربحت بالليرة الذهب لكن هاي كانت هبة من الأبو المال من الأبو المالية من أبو المالية لكن الليرات الذهب اللي مضمومة بعدها لي هسه مطالعة من الصناديق نشوف منو محظوظ راح يكون يحصل عليها أول شيء أخذت حبة لا يما شو أسوي بيها ما بيها شيء صحتي تمام تمام عال العال نعم. ما عندك وريد أعوج لا وريد أعوج ولا إيد مكسورة ولا رجل مشلولة مو راح أعيد ضبط المصنع من البداية ما أحتاج شكرا أخذها أنت أخذتها أنا أخذتها شون وضعك هسه خبر ضبطت شوفي شون بالعافية عليك كل شي ماكو تأخذين اتصال أكيد يلا نأخذ اتصال ونقول ألو ألو السلام عليكم وعليكم السلام والرحمة من ويانا بشير إسماعيل من بغداد يا هلا بيك بشير شو أخبارك بشير والله الحمد لله الصحة الأحوال والله نعمة يعني تليفونكم اليوم كان مفاجئ بالنسبة لي يعني السالفة ناسيها ويعني جاب وقته تعرف يقولون الرزق من الله محلتنا احنا كلها مفاجآت يعني أنا الأسبوع الجاي إن شاء الله يعني إذا الله يسر يوم الأحد هدي زوجتي وديها عندها عملية الله يسهل مبالي السالفة أصلا نسيتها يلا بس الله يسهل عملية ما شنو والله شغلة نسائية وشوية ثقيلة والحمد لله تقوم بالسلامة إن شاء الله ما بيها بس العافية الله يعافيكم إن شاء الله يلا جاهز نشوف لك السؤال يا بشير إن شاء الله سؤالك هاك ما خاني أين تقع شلالات نياجارا يا بشير هل في الولايات المتحدة الأمريكية أم جنوب أفريقيا أم ماليزيا الولايات المتحدة الأمريكية صحيح حكي عليك يا بشير يلا بشير أنت متابع قديم أنا والله صار لي هواية متابع لكم يعني تعرفنا أنا زوج زين اثنيناتنا مستقبلين على الخط يلا التليفون صار مفاجئ اليوم لا عاد قل لي منو تحب أكثر واحد بالمحلة والله كلكم طيبين وخير وبركة لازم أكو زوجت واحد مميز زوجتي تقول لو دلال لو فلك يا دلال, لو دلال يا لو فلك شون كابل تحياتي للمدام يا بشير الله يسلمك وبارك الله يخليك يلا قل لي منين تاخذ جائزتك كيفكم لا, لا ما يصير كيفك لازم انت كيف فلك يلا يلا فلوك يا هلا استاذ بشير بما انه اتجهت الى استاذ فلك عادي هاي اثار الحبايه ان شاء الله زوجتك تقوم بالسلامه يا رب بشير انا عندي اربع صناديق اصفر اخضر ازرق وردي ايش تختار والله ان شاء الله نقول اخضر يلا ان شاء الله اخضر وان شاء الله جائزه حلوه همنا اربع ظروف اخضر اصفر ازرق وردي هم أخضر إن شاء الله همين أخضر يلا إن شاء الله يا رب نشوف شكو بالظرف الأخضر واربحت ويانا 75 ألف دينار يا ألف بشير مبروك يا بشير ألف ألف مبروك يا بشير وتحياتنا إلك وللأهل كلهم ولكل أهالينا ببغداد الحبيبة
إذا مشاهدينا مستمرين وياكم، لا تنسون تجاوبون هسه على هذا السؤال اللي موجود على صفحتنا على الفيسبوك، لأن ما بقى لنا وقت وراح نسوي السحبة حتى نشوف من هو سعيد الحظ اللي راح يفوز ويانا ب 100,000 دينار عراقي. ان شاء الله راح يتمتع بها. سعديه ده احس اكو الشغله تتحرك منها. اعتقد الحبايه التفاعلات مالتها بدات تشتغل. وين هنا خاف على المصران العور؟ لا ايه اعور؟ ايه ايه هذا المصران العور منه يتحرك. ما راح اعور؟ اعور واحول سوا؟ يلا ناخذ اتصال ثاني. الو الو مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا فيك. شو اخبارك؟ الحمد لله زينين. الحمد لله، من ويانا؟ انا حسين جراد علوان من بيطار الناصريه. يا هلا بيك وباهالي الناصريه يا حسين. اهلا وسهلا يا حبيبي، اهلا وسهلا. اهلا بيك. بس بصراحه ضوجنا حسوني، دكتور حسوني. اي يعني هوايه ضوجنا بهاي الابره الحبايه عمره ربع دينار. شي خلصنا منها هذا هي حبايه هالكبرها يا حسين. اقول لك حسين احكي وياه، احكي وياه، انت احكي وياه وقول له. انت احكي وياه دكتور حسن. ليش انت حسون ليش؟ والله يا حسين يعني هي النيه صافيه، بس هو انا هدفي انه اعالج فلوكي ورجع احسن من قبل، بس الظاهر انه جسمه ما تقبل الدواء، شو اسوي يعني؟ الذنب مو ذنبي صدقني. انت تريد السقطه بربع وتعالجها بربع. لا اي والله لا ترى شو سمعتي دكتور، بس حسين يعرف دواك. بس حسين والله ليش انت ليش؟ دكتور حسوني واحنا كلش نحب الطب، بس ليش انت يا دكتور؟ ما ادري اني مرات اسوي شغلات ما اعرف شهادته منين ماخذها. كان يجي المختار، وين المختار؟ مختار ماكو. دشوف حسين وهذا الثنائي الجميل شو اسمه الله يسلمه الجميل علمين شو اسمه فهد لو شنو فلو منو فلك فلك والثنائي وياه دلال ودلال الدلال الله يبارك فيك. المختار شلونك عيني مختارنا ابن عمي الغالي، ترى هوايه بشوق لك يعني. والله اموت عليكم احبكم. شلونكم؟ كلكم طيبين، كلكم حلوين، كلكم شخوص جميلة. تتذكر حسين حي يعني، وهذا الولد شايفي خطيه ما حسهل عليه يا شاي مات والله العظيم دمرنا بارد. هسه اقول له يابا شويه هي هسه ننزل شاي ننزل قهوه شنو واقف مسافر فوزية ما تخليه يتحرك. فوزية ده تشوف ده يحكي عليك حسوني ده يقول لك شايك ما ادري شلون هذا خطيه هاي ليش والله هاي ليش حسين شاينا مهيل وطيب مهيل شلون الشاي نعمه من الله. هلا تعال ابن عمي تعال حسوني الغالي الناصريه شلونها سولف لي. حقيقة الناصرية زينة يعني مدينة جميلة دافئة ناسها طيبين أكيد. يعني الحب والود بيناتهم الضيفين كرموا كثيرا ويا ريت يشربونا يعني سمك مفطح. الله يحفظك نجيكم إن شاء الله. احنا نشكر الناصرية. حاضر الله يخليك يعني حاضر بجول كل الطاقم انا اضيفكم عندي. ممنون قدر ما تقصر والله حسوني. واحنا اهل المحله اي نموت على الناصريه. لا تذكرونه. ليش؟ ليش؟ شيخنا الله يسلمك. اي سولف حبيبي الغالي حبيبي الغالي. يلا يلا حسين جاهز السؤال؟ هسه ناخذ من المختار قد رقم بالله من الازرق. خلينا نسال السؤال اول شيء. يلا عندكم سؤال بعد. يلا 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 اختاري بالله. يلا توكل على الله. ما هو اكبر متحف في العالم؟ هل والله اي تعرف؟ اعتقد اللوفر يعني صحيح صحيح. هلا هلا صحيح يا عمي خلاص هذا هو. حسوني ما طول هيك خل نعطيك حكمه. حسين يا با هاي الحكمه شو تقول لك؟ شو تقول؟ من تطلع من باب البيت الصبح زين سد الباب وراك. الله مو غانش غان
هاي شنو هاي شنو هاي مختار عظيم 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 اسألوني قبل أن تفقدوني الله هذا حلو بعد عمر طويل يلا عندك أسوي المختار أي تعال تعال يمي عندك أربع صناديق بس المحاسب خلي حق روحه ترى 75 و100 مدري شنو من سولف بين ذن وال 500 من سولف احنا انتم الوجوه الطيبه الجميله المعتبره يا بدي سمعك هو بس انت همين سهله ويانا ترى هي ايه يا حجي يا مختار وهو طيب اي والله ما يعني مو قدامه تعال الله يبارك هسه اختار لك صندوق الاصفر والازرق الاخضر والوردي الازرق الازرق يلا هذا الازرق ازرق والازرق بيه اربع ظروف ازرق اي الوردي ازرق من عندها هم طلع لنا ازرق ما بيه ازرق يا ابا صاحبي يا عمي يا بروح خلي نشوف من اسمه يا ابا عندك عندك الوردي والاخضر والاصفر اختار والله يمكن ال... يا اختارنا نختار يا يا ابا هاي يا ابا انا ما اعرف شكو يلا يلا الوردي الوردي على مختارنا قال يلا 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 وردي يلا هذا الوردي يلا يا با يا محفوظ البقى والسلامة اربحت ويانا 50,000 دينار ما رضيت على 100 جتك 50 اقول لك حسين حسين ابقى ويانا خابر ابو المالي ايش راح يقول بس هاي القصه يلا نذكر مع ال 50 وال 50 اكيد اكيد ما تساوي شيء يلا الو الو ويا تمام حسين ابو المالية دا يقول مبين من حكي حسين انه يعرف شعر فاريده يلقي لنا فد شعر للمحله والله هيك فد يعني بيت صغير هيك صغير يلا يلا يبقى وياي يا ابو المالية يلا الشاعر اسمه احمد رامي يقول عندما تبكين عقل كلمه بيت صغير يعني هل ابكي وجعا ام انام لغد اجمل هل أعاتب قلبي أم أبوح لغيري بأنني أتألم هذا للشاعر رامي رامي أحمد رامي أكيد 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 حلو حلو يا بعد يلا أي شنو بعد شعدكم وياي تمام شكرا شكرا حسين دا يقول الشعر الشعر هم أنا يسوى فت 50,000 وأنت من أربحت ويانا 50,000 صارت 100,000 دينار إذا عراقي لا سولف ولا تزول يعني 50,000 أنا أكرم إن شاء الله من ذلك أنتوا التقيت بيكم سولفت وياكم هاي كبيرة ألف رحمة على كبيرة طبعا يعني. احنا من كلش فرحانين انه سمعنا صوتك يا حسين لكن همنا همنا هاي نعمة يعني مو فد لا لا نعمة دقيقة دقيقة الحمد لله دقيقة ابو المالية دقيقة حسين ابو المالية ويانا دقيقة لا يقبل بسهولة هاي ألف حبيبي كمل كمل وياك راح حسين ده يقول لك ابو المالية تعوف ال 100,000 وتسحب ظرفين من المحلة روح اسحب ظرفين يلا يروح يسحب ظرفين تمام يلا. شكرا يلا من يلا منين يلا اول ظرف منين واكو هذا هاي منين قاعده واحده خبريه هذه الساعه ما شنو يا هي القهر على امك ما ادري ظرفين وهذا الولد شو اسمه الطبيب لا والله خاف من الاوبر مالته اي لا لا عاد منو الولد قاوشي يمين ما يخالف خليه يطلع قاوشي القاوشي فوزي يلا والبنيه منو؟ هلا بحسين هلا شلونك عيوني حسين؟ حلوين بارك الله فيك اوكي حسين حسين عندك يعني الاصفر والاخضر والازرق والوردي يا صندوق حتختار والله الاصفر ارغبه والازرق الازرق يسحبون اي ازرق واصفر ها يعني اثنين ما تسحب اوكي هسه خلينا نبدا بالاصفر الاصفر باربع الوان الاصفر والاخضر والوردي والازرق يا ظرف حتختار يلا هو اربع الوان طلع لنا الاصفر هم الاصفر جيد والاصفر اوكي وصندوق الاخ من الازرق الازرق زين الازرق هم بي اربع الوان يا ظرف حتختار هم الازرق هم الازرق جيد هسه عندك ظرفين
الاصفر والازرق يا افتح الاول افتح الاصفر لان هو صار اول واحد يلا حنفتح الاصفر والاصفر يقول تاخذ 25 الف لو تسحب ظرف اخر من نفس الصندوق لا اسحب ظرف يلا يلا ناخذ ظرف لاخ هذا من الاصفر والاصفر بثلاث ظروف الاخضر والوردي والازرق يا ظرف حتختار والله عندنا الوردي خلنا ناخذ الوردي زين حافتح الوردي يا الله الوردي يقول تاخذ 25 الف لو تختار غير صندوق اختار غير صندوق زين حنختار غير صندوق اي غير صندوق يا صندوق حتختار الاخضر ولا الوردي صندوق 10 10 الاخضر زيد والاخضر هم بي اربع الوان يا لون هتختار انطوني الاخضر انطوني الاخضر الاخضر يلا نفتح الاخضر الاخضر من عند الاخضر الاخضر يقول اختار ظرف اخر شنو الموضوع اليوم نصبح وياك وين تروح اوكي من نفس الصندوق اليوم ما راح نخلص الازرق اختار ازرق الازرق 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 من العصفر والازرق ب 25 الف هي كانت 25 البدايه اوكي نفتح ظرف الاخ عبر يا بس يلا شوف جيبوا لنا ليره وخلصوها زين الازرق يقول ربحت 50 الف الف مبروك الف الف مبروك صاروا 75 الف الف مبروك صاروا 75 الف دينار اراغ تصرف بالعافيه يا رب اذا مشاهدينا الكرام وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا خلص الوقت تحسين تحياتنا لك يا حسين شكرا جزيلا على اتصالك اللطيف الحلو تحياتنا لك وللاهل كلهم بمحافظه الناصريه الطيبه اذا اعتقد راح ناخذ اخر اتصال ها يلا يلا نسوي سحبه السؤال يلا فوزيه سعديه راح تروحين على الفيسبوك حتى نسوي سؤال الحلقه السحبه مالته اذا السؤال موجود اي فوزيه اي عيني شنو السؤال السؤال يقول شيء يفوت المي بس ما يتبلل ما يتبلل شنو هو الضوء اكيد طبعا نشوف الاجابات هي اكثر الاجابات طبعا مجاوبين الضوء زين احنا راح نعد يلا من العشرة الى الواحد يلا, يلا. عشرة تسعة ثمانية سبعة ستة خمسة لفوين أربعة ثلاثة اثنين واحد تلف أشوف الله أي اللي هو علي أحمد إيش كاتب الضوء الضوء علي أحمد ألف مبروك علي أحمد ألف مبروك علي مبروك ربحت ويانا 100,000 دينار عراقي يا أحمد شكرا جزيلا على المشاركة يلا طبعا هسه نريد الكومنتات تنهال علينا كالنيران ليش؟ لأن هسه راح فوزية هناك وتسحب واحد من عندكم راح يفوز ويانا ب 100,000 دينار عراقي ونعد 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 يلا حكايتنا مع للمرة المليون ألف مبروك حكايتنا مع كان كل الشارية بالتعاليق طبعا هو يعرف أنه إحنا لايف لذلك نقول له ألف ألف مبروك ربحت ويانا 100,000 دينار عراقي شكرا جزيلا على المشاركة يا إيش اسمه ما أعرف إيش اسمه المهم فراح أروح هسه ناخذ آخر اتصال شكرا جزيلا فوزية عيني أريد شاي بعدين راح ناخذ آخر اتصال لهاي الحلقة قول ألو يلا ألو مساء الخير الو مساء الخير مساء النور من ويانا؟ مصطفى نادي يا هلا بمصطفى من وين؟ الأنبار محافظة الأنبار من؟ أنبار محافظة نعم يا هلا بيك وبأهالينا بأنبار زين مصطفى على كل آسف ما عدنا وقت قبل نعطي لك السؤال تمام؟ تمام يلا يلا سؤالك يقول ما هو الحيوان الذي يصوم أكثر من 8 أشهر في السنة؟ الدب القطبي الأسد التمساح الدب القطبي صح الدب القطبي صحيح صحيح إجابة صحيحة مصطفى يلا منين تختار جائزتك
استاذ طارق. طارق استاذ طارق. هلا استاذ مصطفى، شلونك؟ شكرا جزيلا استاذ مصطفى. سويت فضل كلش كبير، ولا هو ما ضل وقت يعني، فخل نروح على صناديقنا. يلا نشوف صناديقنا اللي هي الاخضر والازرق والوردي والاصفر، يا منهن تختار؟ الاخضر. تختار الاخضر. يلا يا استاذ مصطفى ونشوف الصندوق الاخضر باربع اظرف اللي هي الاصفر والاخضر والوردي، دقيقه، والوردي والازرق، يا منهن تختار يا استاذ مصطفى؟ هم الاخضر. هم الاخضر. ونشوف الصندوق الاخضر والظرف الاخضر ايش بيه، وختامها مسك. يلا ليش؟ ليش ربح ويانا ليره ذهب؟ الف مبروك، اختيارك صح، مبروك، تستاهل. الف الف مبروك يا مصطفى، تستاهلها طبعا. طبعا ما كان باقي لنا وقت هوايه مصطفى، وكنت اخر متصل لحلقه اليوم من برنامج محلتنا، وربحت ويانا ليره ذهب. الف الف مبروك، تصرفها بالعافيه يا رب. شكرا جزيلا على اتصالك مصطفى، تحياتي لك والعائله كلهم، شكرا. اذا المشاهدين الكرام، ويا مصطفى مثل ما قال طارق كانت مسك الختام، الحمد لله والشكر، طلعت الليره الذهب الى مصطفى، نقول له الف الف مبروك، شكرا جزيلا لكل المتابعين، والف الف مبروك لكل اللي فازوا ويانا لهاي الليله ببرنامج محلتنا. احنا راح نشوفكم ان شاء الله الاسبوع القادم بحلقه جديده من محلتنا بنفس التوقيت، التاسعه ليلا بتوقيت بغداد. احنا راح نقول لكم نشوفكم ان شاء الله الاسبوع القادم، تصبحون على الف خير في خير، مع السلامه. هذا خطك، ليس خطك.